صباح الفل على حضراتكم في حلقه جديده من برنامج ميديا زوم وفقره جديده. الاول خلوني اصبح على زميلي محمود. صباح الفل يا محمود. اهلا بيك يا داليا، اهلا استاذ المشاهدين، اهلا بحضراتكم. النهارده فقرتنا هنتكلم عن الادمان. طبعا اول ما نقول الادمان الناس هتيجي في دماغها ان هو ادمان المخدرات، ولكن طبعا في ادمان كتير زي ادمان السوشيال ميديا. كتير قوي في ستات ورجاله عندهم ادمان السوشيال ميديا، ومؤخرا للاسف بقى في كمان الاطفال عندهم ادمان السوشيال ميديا. في ادمان كمان العلاقات، في ادمان بقى وهي دي موضوع حلقتنا وفقرتنا النهارده، هو ادمان الشوبينج، ادمان الشراء. مين فينا ما عندوش ان هو حد بيحب يعمل شوبينج؟ بس في حاجه اسمها ادمان عند بعض الاشخاص، فهنتكلم النهارده فقرتنا مع محمود. ايه رايك يا محمود في الموضوع؟ لا هو موضوع كبير، ده في دراسه اصلا عن موضوع الادمان الشراء بالنسبه ده، دراسه اتعملت على الستات ان هم بيضيعوا وقت كبير جدا من حياتهم على ان هم ينزلوا الاسواق ويشتروا كلبس يعني، وفي نفس الوقت كمان بقى مرض هوس الشراء، فبينزلوا بقى ايه مثلا عايزه تجيب طقم معين او حاجه معينه ممكن تقعد 3 ايام مثلا تجيب الحاجه. لا والله عليك. هو كمان في منطقه في الدماغ عند عندهم هوس الشراء او ادمان الشوبينج بتخليهم يحسوا بالمتعه والاستمتاع والنشوه، ان هو اول ما ينزل ويعمل شوبينج فبتحس ان هو زي مدمن المخدرات. مدمن المخدرات لما بياخد المخدر بيحس لحظيا ان عنده نشوه واستمتاع، ولكن دي قطبيه المزاج اسمها قطبيه، بعد كده بيحس ان هو للاسف ان هو خسر فلوسه وما يعني. لا هو بس تيجي ازاي يعني؟ مثلا في ناس بتعمل نفسها يوم في الاسبوع، يومين ثلاثه على حسب الماديه طبعا يعني، تمام، فعاملين لنفسهم جدول كده، انا النهارده معايا فلوس زياده فانا عايز اتمشى، عايز اعمل حاجه جديده يعني، اغير من حياتي، اجيب حاجه، اشتري حاجه بحيث ان انا ايه مودي يتغير، مكتئبه فانا عاوز. بس ده مش اسمه هوس شراء يا محمود، دوت الشوبينج الطبيعي. بس احنا بنتكلم عن ادمان الشراء، ان انت لما يكون عندك هي الحاجه وتنزل تجيبها تاني، هي مثلا نفس الساعه، لا وبعد يومين ثلاثه بتروح يرجعوها. او بالظبط. او ممكن لا كمان بتجيبها عندك لبس وبتروح تجيب نفس اللبس ونفس الماركه، وممكن كمان توصل لنفس اللون من كتر ما هم عندهم ادمان للشراء، فبيبقى عندهم نفس اللون متكرر كذا مره يعني. حاجه غريبه. هو ده اسمه ادمان الشراء. لا هو في نقطه ثانيه برضو، ايه انت مثلا بتبقى نازله الست عامه يعني بتبقى نازله اصلا هي في دماغها ان هي هتجيب طقم معين لمناسبه معينه، ففي دماغها مش حاجه معينه، مش محدده هتنزل تشتري ايه. انا عندي مناسبه فرح مثلا فانا عايز اجيب طقم كامل، فالطقم ده مكون من طرحه، من مش عارف، من بلوزه، من مش عارف من ايه، مكون يعني التكوين بتاع الطقم. خد بالك برضو ان احنا كستات بيبقى او كبنات عندنا الموضه عندنا والفاشون اكتر من الرجاله بكتير يعني، انتم مجرد شميز وبنطلون وخلاص بقيتوا. بس ببقى نازل عارف اجيب ايه يعني، انا في دماغي راح تشتري يا حبيبي النهارده، انا هجيب قميص وبنطلون برجع بيهم من ما فيش 10 دقايق بخلص وارجع بيهم. انت نازله هتجيبي ايه النهارده؟ ما مش عارفه والله، انا هنزل الف شويه وتيجي تاني يوم لما اكمل بيت الافراخ ترجع بشراب، ترجع بغرر سكرين الموبايل بس عملت ايه النهارده. هو فعلا ممكن البنات عموما والستات ممكن بتبقى نازله محدده هدفها، لا بنبقى منزلين محددين هدفنا على فكره، ان احنا متاكده من المعلومه دي، بنبقى متاكده من المعلومه دي. بس بننزل بنجيب حاجات معانا كتير فعلا جدا، وبالاخص بقى اللي عنده ادمان الشراء بينزل يجيب نفس الحاجه ويكررها كذا مره. الستات عندهم ادمان الشراء ازاي؟ عندهم المكياج، عندهم اكتر حاجه بقى احنا مدمنينها هي المكياج. بصراحه كتير، بصراحه انا معاكي في الحته دي. عندنا على طول كل شويه فاشن بيطلع جديد فعلى طول بنغير اللبس. والبركه في الانترنت بقى، خش شوف الجديد ايه، وانا هنزل النهارده اتمشى عشان اجيب الحاجات دي. كمان السوشيال ميديا عملت عامل حلو جدا وسهلت على فكره علينا ان احنا نعمل شوبينج اونلاين. هو هي ميزه وعيب. لا بصي هي في طبعا هي ميزه ان انت ما بتضيعيش وقت. لان اكتريه الدراسه اللي قالت على موضوع الستات ان هي بتضيع وقت كبير جدا من حياتها بسبب ان دلوقتي انت بتنزلي عايزه تشتري حاجه فبتاخدي الشارع كله في 90 محل 90% منه اصلا ملابس حريمي يعني، وتلاقي كل اللي في الشارع برضو اللي ماشيين ستات، لو في رجاله هتلاقيهم ماشيين مع الستات عشان يحموهم يعني، فاهمه؟ بس خلينا اتكلم حاجه مهمه جدا، الرجاله عندهم هوس الشراء، عندهم هوس الشراء اللي هو ايه؟ عندهم هوس شراء السيارات، عندهم هوس شراء الالكترونيات، عندكم هوس شراء الساعات، عندكم هوس شراء الموبايلات، فالرجاله برضو عندهم هوس شراء، ما ننكرش يعني مش الستات لوحدها. بعدين انت دلوقتي لما انت
انت دلوقتي لما بتخش على الانترنت بتلاقي في حاجات ترند، تمام؟ مثلا ده في حاجه نازله بلوزه، انا عشان ما اعرفش اسماء اللبس بتاعك يعني، بلوزه مثلا او حاجه معينه بادي او ايا كان، نازل ترند على الانترنت، الناس كلها بتروح تشتري الحاجه دي. اتفرجي بقى على الاسواق عامه وعلى المحلات الزحمه بتبقى عامله ازاي، واكتريه الناس اصلا ممكن بعد ما تنزل وتقيس وتخلص وتلف لفه كبيره ممكن ما تشتريش فعلا. في ناس كتير، انا اعرف ناس كده. طب خليني برضو اقول لك حاجه يا محمود، واقول للساده المشاهدين حاجه مهمه جدا. الاسباب الحقيقيه واللي هي ادمان الشراء، ممكن حد يبقى عنده اكتئاب حاد، فان هو بيخرج اكتئابه في ان هو بيروح يشتري ويعمل شوبينج. القلق، التوتر الشديد، الحرمان العاطفي، ممكن كل ده بيخلي الواحد يلجا ان هو يعمل شوبينج ويبقى مدمن للشوبينج، بحيث ان هو بيفكر ان هو بيخرج طاقته في الشوبينج. طب انا معاكي في الكلام ده، بس في نقطه بس الناس ذنبها ايه؟ يعني انا دلوقتي واقف عندي محل ملابس، ودخلت عليا واحده او ست يعني عايزه تشتري حاجه ومكتئبه عشان هي نازله تفك نفسها شويه، تمام؟ طب انا ذنبي ايه ان انا اشوفها مكتئبه؟ دي اول نقطه. خلاص، مبدئيا هي طول الطريق قبل ما توصل للمحلات دي وتقعد تلف لفتها وهي مكتئبه وعايزه تخرج من المود بتاعها، 50 مليون خناقه في الشارع وهي ماشيه، ده مبدئيا يعني. طب في الاكتئاب انا ممكن اطلعه حاجه ثانيه. مبدئيا الاكتئاب ده اولا يعني بيجي قبليه كده على طول الكبت، تمام؟ حد عنده كبت فبيتم قلب على الاكتئاب يعني، بتودي الاكتئاب يعني. طب انا افرغ الكلام ده كله قبل ما انزل. مش دايما يا محمود انزل اتمشى واعمل تليفون اتكلم مع حد واذاكر. بس مش دايما اللي عندهم اكتئاب بيطلعوه على الناس، مش دايما. هي برضه دراسه قالت النقطه دي، يعني انا قريتها. الدراسه قالت النقطه دي، قالت ان في دراسه برضه بتقول نفس الكلام على نفس الدراسه دي، قالت ان بعض الستات او اكتريتهم بيكونوا مثلا عندهم كبت او المود بتاعهم مش كويس او كلام من ده، فهم يطلعوا كبتهم وحاجاتهم ان هم ينزلوا يعملوا شوبينج ويشتروا حاجات وبتاع عشان يخرجوا من اللي هم فيه، يخرجوا من المود. بالظبط، يخرجوا من مود الاكتئاب، ان هم بيحسسوا بالنشوه. في ناس تانية العكس، والله العظيم اعرف حد كده، في ناس تانية العكس بيعملوا ايه؟ اقول لك انا يعني، واحده مثلا عندها اكتئاب ومتضايقه مخنوقه من حاجه، بتفكر في حاجه شغلها قلق الكلام ده كله، بتحط نفسها في الاكل. ممكن تفطر 4 مرات مثلا، تتغدى 60 مرة في اليوم عادي، ممكن العشاء ده يا لهو على العشاء. هو برضه مش صحي يا جماعه، خلينا نقول ان انت يبقى حد عنده مكتئب ويدخل في مود الاكل ده برضه حاجه مش صحيه خالص. نرجع بقى ده كاتب تخسيس كاتب بيزيبني. نرجع برضه لموضوعنا، هو ادمان الشوبينج وادمان الشراء. مش دايما ان المدمن الشوبينج او مدمن الشراء لازم يبقى غني او عنده فلوس، بالعكس ممكن تلاقي كل الطبقات كلهم في منهم مدمنين شراء ومدمنين شوبينج. كل واحد بيشتري الحاجات اللي هي على قده، يعني على قد المستوى المادي يعني. انا عايز اشتري مثلا لبس معين، مش لازم اجيبه براند يعني، ممكن اجيبه من حاجات من اماكن معينه على قد الماديه بتاعتي. طب انا عاوزه بقى اقول حاجه برضو مهمه جدا للساده المشاهدين، ان الله لا يحب المسرفين. يعني خلينا نتكلم في نقطه العلاج. العلاج اول حاجه علشان تعالج الموضوع ان هو انت تعترف ان انت عندك مرض، وهو مرض الشرى ومرض البذخ. احنا معانا مداخله حاليا. تمام. استقبل. كنت عايزه اسال، طب اتعرف بحضرتك الاول؟ صباح الفل عليكي. صباح الفل عليك الاول. صباح الفل عليكم، انا مونيكا. اهلا وسهلا بيكي يا مونيكا. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه مونيكا. اهلا وسهلا يا مونيكا. اهلا بيكم. انا بس كنت عايزه اسال عن موضوع الشوبينج ده، يعني انا مثلا بحب كل ما تنزل حاجه جديده لازم اروح اجيبها، والموضوع ده بيخلي مثلا كل فلوسي تخلص. ما هو ده بقى بتشتغلي الشغل بعد الظهر يا استاذه مونيكا. هو ده بقى اول حاجه يا مونيكا اللي احنا بنتكلم فيه، ان انت بتحددي ان انت عندك المرض، ان انت عندك، ان انت كل ما بتنزل حاجه جديده بتبقي عاوزه تشتريها، فدي اول خطوات واول العلاج. على فكره ده هوس الشراء بقى، يعني ان انت بتعترفي ان انت الدراسه قالت كده يا استاذه مونيكا، ده هوس الشراء، ده يعني ده هوس الشراء. بالظبط. عندي ستات مش عارفه اعالج الموضوع ده ازاي، فممكن تساعدوني؟ وكمان هو بيخليني اخرج من الاكتئاب وبيحسنني المود جدا. انا في فقرتنا باذن الله هنقول العلاج ازاي بالظبط. تابعينا. شكرا يا استاذه مونيكا. شكرا يا استاذه مونيكا. تابعينا يا استاذه مونيكا. نشكرك. بصي انا في حاجه عايزه اقولها لك يا استاذه مونيكا، بما ان حضرتك اكيد متابعانا، في حاجه عايزه اقولها لك. انت بتبقى عايزه تخرجي من ملل معين، من مودك معين، فبتنزلي فساعدوني زي ما انت قلتي. انا ممكن اقول لك على حاجه، انت ممكن تشتري لو عايزه تشتري ممكن اونلاين عشان ما تضيعيش وقتك يعني. انت ما بتنزلي بتلفي كتير وممكن ما تشتريش حاجه وتقعدي يوم تاني يوم تجربي وتالت يوم تجربي فبتضيعي وقت كبير. لا انا ممكن استغلي الوقت ده في اي حاجه مفيده، زي مثلا
اكاديميه معينه، كورس، دوره، أو في حاجه، ما هو ده حاجه استفيد بيها واشتري عن طريق الاونلاين، ايه المشكله؟ انا واحد من انا كراجل بشتري اونلاين لغايه النهارده، انا بشتري اونلاين من ساعه ما دخلنا في الاونلاين من قبل الكورونا والله. وممكن كمان يا محمود تستبدلي السلوك الشراء بسلوك تاني، ان هو انت تغيري تفكيرك، محور التفكير، بدل ما انت عاوزه دايما تشتري. اول حاجه بتجيلك لما بيجيلك مود اكتئاب ان انت بتفكري ان انت عاوزه تشتري، يعني بديليه بسلوك تاني، مثلا القرايه، حاولي تقري حاجه جميله، مثلا طبعا. في السياسه، في الثقافه، في الادب، في الشعر، الحاجه اللي انت او مجال معين بيها. او مجال معين او نشاط معين كنت بتحبيه حتى لو زمان، ممكن رياضه، ممكن تلعبي رياضه، يعني ممكن تلعب رياضه بالنسبه لك برضو هيخرجي من مود. ياريت والله الناس كلها حاجه مهمه، حاجة اسمها بالرياضة. الرياضه حاجه مهمه جدا 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 لكل الناس، خصوصا في اليومين اللي احنا فيهم بتوع الكورونا طبعا، يعني ربنا يعافينا وعافي الناس كلهم. يعني الرياضه مهمه جدا، الرياضه مهمه جدا بجد يعني. بالظبط. وبمناسبه الرياضه فمبروك للنادي الاهلي على الماتش بتاع امبارح، كسبنا الضحيه الحمد لله. بنبارك للنادي الاهلي الف الف مبروك لكل الاهلاويه. طبعا ده مش موضوعنا بس لازم نبارك لهم يعني. بنبارك لكل الاهلاويه. كمان عاوزه اقول لها حاجه كمان، انت ممكن يا مونيكا وانت نازله ما تاخديش الكريدت كارد بتاعك. معانا مداخله استاذ ابراهيم من القاهره. استاذ ابراهيم. الو. اهلا بيك استاذ ابراهيم، اتفضل سامعينك. ازاي حضرتك يا استاذ محمود؟ ازاي حضرتك يا استاذ ابراهيم؟ احنا بنتكلم عن موضوع ادمان الشوبينج، حضرتك عندك ادمان شوبينج ولا حد في البيت عنده ادمان شوبينج؟ هو اكيد بيعاني. لا طبعا عندنا ادمان الشوبينج، الشوبينج ده خرب البيوت والله، ده الواحد على طول شوبينج شوبينج شوبينج. طبعا حضرتك يا استاذ ابراهيم بنك نوت. طبعا حضرتك البنك نوت، ها؟ خد الفيزا اهي وانزلي اعملي اللي انت عاوزاه. والله على طول الواحد جيبه اتخرم اصلا من كتر اللي عاطفه. تكتب بقى شيكات ولا في ولا فيزا على طول؟ لا والله الفيزا والفيزا والكاش الاثنين والله الواحد مش قادر يلاحق. يعني مش حضرتك المدمن، انت عندك حد هو المدمن. اكيد طبعا ده هو الراجل اكيد. هو لا على فكره، لا يا استاذ محمود برضو في رجاله مدمنه، انا كنت زي ما كنت لسه بقول. نساله استاذ ابراهيم على الهواء. طب حضرتك معانا على الهواء. حضرتك معانا على الهوا، حضرتك بتحب تشتري حاجات كتير برضو ملهاش لازمه ولا حضرتك بتشتري في المعقول؟ لا في المعقول، هو معظم الرجاله بتشتري في المعقول بصراحه، لكن لا في برضو يعني افهم من حضرتك ان مش حضرتك اللي مدمن في الشوبينج. لا لكن عندك حد. مش قوي بس عندي بقى في البيت على طول بقى. لا ربنا يعينك يا استاذ ابراهيم، والف شكر استاذ ابراهيم، وشكرا لمداخلتك لينا. الف شكر استاذ ابراهيم. شكرا يا استاذ ابراهيم لمداخلتك معانا. عاوزه برضه اقول لحل الكل عندهم ادمان الشوبينج والشراء، ان وانت نازل ما تاخدش الكريدت كارد، او انت نازله ما تاخديش الكريدت كارد بتاعتك. حاولي ما تاخديش فلوس معاكي بالكميه الكبيره، خدي مجرد على قد المشوار، بحيث ان انت تقدري تعملي كنترول على نفسك، او تعمل كنترول على نفسك بحيث ان انت تحجم موضوع الادمان. عادي ممكن تشتري وتقول له انا هبعت لك الشوفير بالفلوس. لا 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 لا، بس هو دي حاجه من ضمن مراحل العلاج فعلا، ان انت تحاول تحجب نفسك، ان انت ما تاخدش كل الوسائل الترفيهيه معاك، بحيث ان انت تقدر تحجب نفسك وما تشتريش وتدخل في المرحله دي. يعني دي من وسائل العلاج برضه. لا بس والله بجد لو فينا يعني نتمنى بمداخله مثلا من دكتور نفساني، حد يفيدنا في الحته دي. اكيد في اكيد في حاجه تعالج النقطه دي عند الناس. بص هو اي نوع ادمان ليه علاج اكيد طبعا. زي ما انت قلتي في بدايه في الانترو كده في الاول، قلتي الادمان حاجات كتير جدا، مخدرات وغيره 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 وغيره، السوشيال ميديا، كل حاجه واكيد لها علاج. نفسي لها علاج. نعالجها ازاي؟ محتاجين حد نفساني بصراحه. احنا ممكن كمان يعني الخطوات يعني بالظبط. هو ممكن كمان هم اللي احنا كان رجعنا تعبنا بصراحه من دفع الفلوس، عايزين نقل شويه. هم كمان ممكن يلجأوا يا محمود لاخصائي نفسي، بحيث ان هو يحطهم على التراك الصح، ان هم ازاي يعالجوا الموضوع ده. ده حاجه كويسه. وبعدين خطوات كده يمشي عليها. اول حاجه ما تعمليش كذا، بلاش انك تتفرج على فاشن كتير، بلاش انك تعمل يعني. اكيد في خطوات معينه انا ما اعرفهاش بصراحه. ممكن كمان ما يتابعوش في ناس منزله برامج معينه بتتابع العروض اول باول، كل عرض بينزل بيبقى في المكان الفلاني نزل السيل كذا، فبتجري على طول. ممكن تعملوا اسكيب لكل البرامج دي وتشيلوها من عندكم الصفحات على التواصل الاجتماعي، بحيث ان انت كل جديد فعايزين يجروا يجيبوا الحاجه، بحيث ان انت عاوزه تعالجي الموضوع او انت عاوز تعالج الموضوع. لان الموضوع ادمان الشوبينج وادمان الشراء بيرهق الواحد ماديا جدا. يعني انا زي ما قلت في الاول، الموضوع قطبيه المزاج دوت، ان في اول الشراء بتبقى مبسوط وحاسس بالنشوة والسعادة وفرحان ان هو جبت متطلباتك وكده، بس بعدها بتحس ان هو قد ايه ان انت خلاص ما بقاش معاك فلوس، وان هو بيأثر على الحالة المادية بتاعتك.
فهي دي قطبيه المزاج. طب نرجع لموضوع الوقت، تضييع الوقت، ان هي بتضيع وقت في الشوبينج بالنسبه للستات يعني. بسم الله ما شاء الله، يا بسم الله ما شاء الله، يعني بدون امسك الخشب اهو. شيك لبسك شيك. ميرسي. خدت وقت قد ايه وضيعت وقت قد ايه في انك تجمعي الطقم؟ عملتي ايه؟ انت بتحرجني. احكي لنا بقى على الهوا على فكره. بتحرجني على الهوا؟ عايز قولي لي بقى. انا الفكره بتاعتك هي الشوبينج في حياه المراه. كناش متفقين على كده. طيب انا واحده من الناس ما باخدش وقت كتير قوي في الشوبينج وفي الشراء، بس متانيه يعني. ما بشتريش من اول مره يعني، بحس دايما ان لما باجي اشتري، كل الناس القريبه مني عارفه الموضوع ده، لما باجي اشتري ما بشتريش من اول مره حتى لو عجباني، لا بروح مره واثنين وثلاثه واشتري. بس ما يعني ما عنديش ادمان الشوبينج بالمعنى الواضح. ممكن مثلا في حاجه معينه عجباني فانا هجيبها عشان عندي حاجه تانية هلبسها عليها. بالضبط. يعني اطقم يعني انا عليها. بحاول انسق الحاجات اللي انا بشتريها الجديده على اللي عندي. يعني حتى لما مثلا بشوف عندي شميز مثلا لونه كذا، فبحاول اجيب لون تاني، بحس ان يبقى عندي حاجه مش متكرره. ما عنديش ادمان الشوبينج يا محمود. طب بص، عشان احنا معانا اقل من دقيقه على ان احنا نختم الفقره. تمام. تحبي تقولي ايه بما انك طبعا من ضمن المراه وبتنزلي تعملي شوبينج برضو على قد احتياجاتك، تحبي تقولي ايه او تنصحي مثلا الناس اللي هم الستات والبنات ويعملوا ايه؟ يعني على قد ما تقدري كده لهم نصيحه. زي ما قلت، اول حاجه ان هي تحدد ان هي عندها مرض الشوبينج او مرض الشراء. تاني حاجه ان هي تشيل كل البرامج او البيج اللي هي بتابعها، اللي بتنزل على طول اوفر وسيل وبتتابع الكلام دوت، تلغيها. برضو تستشير اخصائي نفسي. بلاش تشتروا حاجه ورجعوها تاني يوم النبي، عشان انا دي حاجه بتضايقني. ياخدوا لازم ياخدوا الرسيط وهم ماشيين. انت واخده ليه يا ماما؟ هتعملي بيه ايه؟ عشان اكيد هاجي بكره ارجعه. تروح تقف قدام المرايه كده، لا مش حلو، مش مظبوط، مش مظبوط، لا انا هروح ارجعه. بس ديت هقول حاجه برضو، حاجه مهمه قوي، اللي بيعمل كده سواء بنت او ولد، ست او راجل في العموم، بيجيب حاجه وبيرجعها، ده برضو بيبقى عنده تردد في الشخصيه. فدوت تردد في الشخصيه. يا جماعه، اخر حاجه احب اقولها، احنا دلوقتي وصلنا لنهايه فقرتنا. يا رب تكون الحلقه والفقره عجبتكم وتكون مهمه. قلنا اسباب الادمان الشوبينج، وقلنا حلول وعلاج الادمان الشوبينج، وين في فقره جايه، فان شاء الله باذن الله في فقره جايه مع زمايلي. يا رب تستمتعوا بيها. شكرا لطيب المتابعه. ميرسي قوي يا دليل. شكرا يا محمود. شكرا. السلام عليكم.